لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الاتحاد الجزائري يؤكد إصابة محرز وغيابه عن المنتخب. أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعرض رياض محرز نجم المنتخب وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة، وبالتالي سيغيب محرز عن صفوف محارب الصحراء في المباراتين أمام أوغندا التي أقيمت بالأمس وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا. وتمنى الاتحاد الجزائري أن يتعافى محرز سريعا من الإصابة وأن يعود للتواجد من جديد في المرحلة القادمة. يذكر أن منتخب الجزائر واجه المنتخب الأوغندي يوم 4 يونيو في المباراة الأولى التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء، ثم يواجه تنزانيا يوم 8 في هذا الشهر. استغرب مدرب المنتخب الجزائري جمال بن ماضي الضجة التي أحدثها عدم استدعائه لقائد الفريق مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، موضحا أن الأمر لا يستدعي كل هذه التساؤلات. واعتبر بن ماضي في مؤتمر عقده بالعاصمة الجزائرية أنه لا توجد قضية اسمها غياب محرز، وأن الأهم هو لماذا هو ليس هنا مع المجموعة التي تحضر مباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 أمام أوغندا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.